في رواية قدر الحسن للكاتب الدكتور سيدي محمد سليم الشرقاوي. تقديم: كثير من دارسي الرواية ومحلليها يعتبرون العتبات النصية الخارجية قفلها، لذلك وجب الالتفات إلى هذه العتبات التي يمكن اختزالها في الغلاف والعنوان. وإذا كان لون البياض إذا كان لون البياض طاغيا على أرضية الغلاف، فإن اللون الذهبي شبيه بلون رمال الصحراء، حيث شكل الصحن الطافح بمواد سوداء هيمنت عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استثنينا اللون الأسود الذي كتب به اسم الكاتب، فإن عنوان الرواية قد كتب باللون الذهبي كذلك. ننتقل إلى العنوان. بلاغة تركيب العنوان ودلالته. يتكون العنوان من شقين: الأول رئيس قدر الحساء، والثاني فرع تابع. رواية قدر الحساء ما هو؟ رواية من ثنائية السيرة والإخلاص. وعليه فتركيبيا، لكي نصل من التركيب إلى البلاغة إلى الدلالة، فتركيبيا فالقدر مبتدأ وهو مضاف والحساء مضاف إليه. هناك لبحثت في الانترنت ووجدت بعض الإخوان عرضوه على أنه خبر، هو جائز كذلك حينما نقول هذا قدر الحساء، أي كنا هذا خبر. ولكن علاش غادي نمشي نحمل التأويل؟ وعندنا العنوان واضح، قدر الحساء ما هو؟ رواية من ثنائية السيرة والإخلاص. إذا قدر المبتدأ هو مضاف، الحساء مضاف إليه، ورواية خبر من جر ومجرور ومضاف مضاف إليه هو حرف عطف، والإخلاص اللي هي السيرة معطوف. والجملة الإسمية بين المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة ابتدائية، وطبيعة الجملة الابتدائية التي لا محل لها من الإعراب هي جمل ثابتة غير متحول. عندما نقول ثابتة لا نقصد بها بأنها غير منفية، لا، غير متحولة، لأننا لما نقول جملة لها محل إعرابي فتحول إلى مظهر، كنلخصها وكتولي لنا الجملة كاملة غير كلمة وحدة. ياك أستاذ النحو سيدي مصطفى جديعة. إذا هذه الجملة لا يمكن تحويلها. قدر الحساء رواية من ثنائية السيرة والإخلاص، لا يمكن أن نحولها لكي يكون لها موقع من الإعراب كجملة. علاش؟ كنوصلوا للدلالة. وإذا كان انتماء العنوان الرئيس إلى المطبخ، قدر الحساء، قدر ديال الحلة وديال الشبة، فإن دلالته البلاغية قد تكون كناية عن الكرم في سياق، كما قد تكون شرارة الالتهاب تنتظر لحظة الاشتعال جراء النار المستعدة تحت القدر في سياق ثاني. إلا أن العنوان الفرعي الذي يخبرنا بجنس الرواية صراحة رواية من ثنائية السيرة والإخلاص، يخبرنا بجنس الرواية صراحة، يحيلنا ثانية على أن هذه الرواية تنتمي إلى جنس السيرة وسيرة الإخلاص. شيء غادي نوصلوا له. فعطف السيرة على سيرة الإخلاص يضمنان قيد التناظر، لأن عندنا رواية من ثنائية السيرة كجنس أدبي، كجنس أدبي، والإخلاص ليس جنسا أدبيا. إذن
لكي يكون العطف يجب كما قال كما ذهب إلى ذلك فان دايك وذهب إلى ذلك شومسكي في نموذجه 1957 يجب أن يكون هناك قيد تناظر. هذا قيد التناظر لما كنشوفوا على أن السيرة والإخلاص فالسيرة مع الإخلاص ليس هناك قيد التناظر. إذا كنبحثوا عليه على مستوى قراءة ثانية والمتمثلة أساسا في رواية من ثنائية السيرة وسيرة إخلاص على اعتبار أن السيرة الأولى معرفة والإخلاص. إذا يجب علينا أن نأتي بسيرة أخرى داخل الرواية سنجدها سنبحث عنها وسنقتنع بهذه التخريجة وبهذا التأويل. إذا حذف السيرة الثانية المعطوفة جاء بلاغيا لذكر الصفات الموصوف. صفات الموصوف لما قال الإخلاص فهو صفة والسيرة هي جنس جون. إذا المسألة فيها ارتباك ولذلك سنميل إلى قراءة أخرى. لماذا؟ لأن ذكر الصفة بدل الموصوف. الموصوف ما هو؟ هو السيرة، سيرة الإخلاص. عندنا الأولى السيرة معرفة بالألف واللام وعندنا الإخلاص. إذن أن السيرة وسيرة الإخلاص. فماذا وقع بالنسبة للكاتب؟ أنه حذف الموصوف وأبقى على الصفة اللي هي الإخلاص. وهذا عندنا حتى في الشعر العربي القديم وجود. ناخذ مثال على ذلك مثلا لما امرؤ القيس يقول في قصيدته فنبكي من ذكر حبيبي ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحولي الى ان يقول وقد اغتدي والطير في مكناتها بمنشردي قيد الاوابد هيكلي. اذا هو لم يذكر الفرس فقل فبالمنشرد المنشرد هو الفرس ذو الشعر القصير وقيد الاوابد كنايه على السرعه وهيكل دلاله على الحجم. اذا امرؤ القيس نفسه حذف الموصوف وابقى على الصفه في هذا البيت. ان قراءتنا للنص الروائي تمنحنا الثقه في الجمله الاسميه التي لا محل لها من الاعراب، اي انها جمله ثابته غير متحوله، وهذا ينسجم مع رهان الخطاب للرواية ومقيمي بئر السد. الجملة تركيبية لأنها غير متحولة فهي دلالة على أولئك الذين يسكنون في بئر السبع حتى لما نضب الماء لم يتحولوا ولم يتغيروا. فالبناء التركيبي للجملة هو انعكاس مرآة سكان هذه المنطقة الذين ظلوا مخلصين للمكان. بنية الرواية تتكون الرواية من استهلال الناشر وفهرسة وبينهما ثلاثة عناوين كبرى ينضوي تحت كل عنوان ثلاثة عناوين صغرى كالآتي: حكاية الأصلي في الأول يمكن اعتباره مثلا في المسرح نعتبره هو الفاصل أو الباب، وفي البحوث الأكاديمية يمكن اعتباره كذلك بابا كبيرا. تحته تنضوي ثلاثة عناوين صغرى. عندنا حكاية الأصل، تحت منا ترانيم الصحراء، قدر الحساء، عودة أحمد. العنوان الكبير الثاني حكاية الوصل. العناوين الثلاث الصغرى الرقص على الحبال، أصوات الحكمة، زين السعد. العنوان الثالث والأخير الكبير حكاية الفصل. العناوين الصغرى نار تباكة، حذاء بكعب عالٍ، العيش تحت الظلال. إن المتحمل لهذا التصميم سيدرك سوًا أن الكاتب متأثر بالبحث العلمي الذي يركن للرؤية الدقيقة التي تتسم بها البحوث الأكاديمية من أجل الدقة والتسلسل المنطقي في التصور. كما أن المسميات العناوين الكبرى الفصل والوصل يكشف لنا طلاع الكاتب بالبلاغة العربية في شقها
في شقها المتمثل في درس الفصل والوصل كذلك. وهناك من يسمي البلاغة بالخطابة، وهناك من يسمي البلاغة حينما تقول له ما هي البلاغة يقول لك هي الفصل والوصل. إذن هذا يدل من خلال هذه العناوين أن صاحبنا له رؤية ثاقبة في البلاغة، وسوف نبين ذلك فيما يأتي. المتن الحكائي للرواية التي تحدث عن شيء نعرفه، باش نبقاش أنا في واد وأنتم في واد، نقربوا الهوة بيننا، لأنني أعرف أنكم تقرأوا الرواية، ولكنني سأترك لكم بعض الفراغات من أجل متعة واستئناس بالرواية حينما ستقرأونها. تدور الرواية حول موضوع ابن مضبناؤه، وكان القيم عليه منذ زمن بعيد عائلة آسواد، سواد ياك زعما؟ نعم سواد. آسواد التي تتكون هذا الشخصية أب منصور قبطان الذي يشتغل في الحامية العسكرية، زوجته أم الخير، أبناؤه تتابع، ابنه البكر الشراب، صفية، استعد إلى لبس، صفية، سيدي أحمد هو واسطة العقد، ميمونة ومحمد علي وهو أخ العنقل كما يقول كما تقول الرواية، وتعيش معهم ربيعة القماح زوجة الشراب وبنك هي الخادم. مسعود سائق منصور وزوجة سائق مسعود سائق منصور وزوجته أم منصور صغيرة. وفي المجلس المحلي لأن بئر السبع أو بئر السبع فيه مجلس محلي يوجد فيه الخليفة عمر الصافي بمعية مساعديه الجبلي وسائقه التجاني وأعوانه الإداريين، كما يوجد الفقيه بوحسين والطبيب الشاب غفارة إلى جانب لجنة الخبراء الأجانب التي تبحث عن كيفية إعادة المياه للبئر يرأسها سيروغاف، إلى جانب السكان والجيران، كل هؤلاء يسكنون بلدة بئر السبع. لما جف البئر وماء البئر انفصل عن أصهاره المغيفري، من هو؟ زوج صفية بمعية